بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليماً. أما بعد، ارفع الصوت يا أخي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي. باب في الحكم بين الناس. عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من حاكم يحكم بين الناس إلا حشر يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقف على جهنم، ثم يرجع رأسه إلى الله عز وجل، فإذا قال ألقه ألقاه فأهوى 40 خريفا. هذا الحديث ذكر بينا أنه ضعيف، وأن الضعيف في مسائل الترهيب والترغيب، يعني ليس لا يختص بالأحكام، يعمل به سيما إذا كان له أصل في الشرع. هذا بينا له، تكلمنا عنه كثيرا. اقرأ ما بعده. عن معمر قال: لما عزلوه شيعته، يعني ابن شبرمة، فلما صرف الناس وأفردني وإياه السير، نظر إلي فقال لي: يا أبا عروة، أحمد الله أما أني لم أستبدل بقميصي هذا قميصا منذ دخلتها. ثم سكت ساعة، ثم قال: يا أبا عروة، إنما أقول لك حلالا، فأما الحرام فلا سبيل إليه. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: وكان ابن شبرمة ولي قضاء اليمن. عبد الله بن شبرمة من إنجيل تابع التابعين، وكان ذا ذكاء وفهم في الفقه والاستنباط، ضعيف الحديث. ولي قضاء اليمن من قبل أحد خلفاء بني أمية، ظل فيها حسن السيرة والعدل، ثم عزل، عزل يعني نحي عن المنصب. فلما نحي شيعه جماعته. التشييع أن يخرج أناس مصاحبين لمن يغادر القرية كمسافر أو معزول أو كذا. العبارة هنا فيها نوع من غموض، من قرأها قد لا يدرك معناها. اسمعوا العبارة وانظروا النسخ التي في أيديكم. قال معمر شيخ عبد الرزاق، قال: لما عزلوه. الكلام فيه نقص، لأنه لا يقال، لا يؤتى بضمير لم يسبق لصاحبه ذكر. لا تقول: لما قتلوه قام أولياؤه. الناس تسأل: من هو المقتول؟ هذا ليس في اللغة العربية. لا بد أن يكون العبارة واضحة، لا إغلاق فيها ولا لبس. لا يذكر ضمير إلا إذا كان الأمر معروفا أن صاحب الضمير لا يرجع إلا إلى ذاك المذكور.
فلما توارت بالحجاب، توارت فاعلها ضمير غير موجود، والتواري الاختفاء والمعني بها الشمس، الشمس ما لم يسبق لها ذكر، لكن هنا قبل لأنه يعرف أن التواري والاختفاء عن أنظار العالمين إلا لكوكب يعني مبين واضح، فهذا يصح فيه أن يؤتى بضمير لم يذكر لصاحبه ذكر. أما هذه العبارة لا غامضة ما تأتي، دل أن في النص نوع إما سقط أو أن الناسخ الذي نسخ الكتاب ما حرر المسألة. ويقول هنا عن معمر قال لما عزلوا عبد الله بن شبرمة، يعني عزلوه عن المنصب، لأنه يعلم أنه كان قاضي في اليمن، شيعه جماعته، مو شيعته، شيعه جماعته يعني أنصاره وأحباؤه، قال فلما انصرف الناس، التشيع إشعار للمشيع بأن لك منزلة في قلوب هؤلاء الذين اتبعوك، ولذا ينبغي يا عبد الله لمن زارك في دارك أو بيتك أن من الإكرام أن تخرج معه خطوات، وإذا كان سيد القوم مطاع ذو شرف ومروءة ومعروف بمحبة الناس له، لما يرغب في السفر يخرج الناس معه خطوات أو أميال أو ما استطاعوا، هذا يسره. قال خرج الناس في شيعته، ذهبوا معه ما استطاعوا ثم عادوا، بقي معه معمر شيخ عبد الرزاق. ويقول معمر فلما أفردني وإياه السيرة، أفردني بمعنى أن الزمن والطريق خلص الناس منا كلهم رجعوا، لم يبق إلا أنا وهذا المعزول القاضي عبد الله بن شبرمة. اسمعوا هذه القصة. فقال لي، نظر إلي، نعم نظر إلي فقال لي يا أبا عروة أحمد الله أما إني لم أستبدل بقميصي هذا قميصا منذ دخلتها، يعني قال أنا أحمد الله إليك، هكذا عبارة السفر السلف في كتاباتهم ومخاطباتهم لمن يكتبون بعد ما يقول السلام عليك أو السلام عليكم رحمة الله، أما بعد أحمد الله إليك، لا بد من الابتداء بالحمد، وهذه سنة ويبارك، ويعرف أن الكلام الذي بعده كلام خرج عن عقل وفكر يقصد بها وجه الله، أما الكلام العبث والكلام اللي فيه إسهاب وترصيص عبارات وقد يكون عن خداع وطلب في الدنيا ينسون الناس هذا. أحمد الله إليك يعني أنهي، يعني أوصل أنهي حمد الله إليك، أي أبلغك أني حمدت الله، فإذا قلت الحمد لله أي بلغتك هذه الكلمة. قال أحمد الله إليك يا معمر أما إني لم أستبدل بقميصي هذا قميصا منذ دخلتها، قال هذا القميص أنا دخلت اليمن بقيت فيه سنين لكن ما بدلت هذا القميص. لا تفهم منها يا عبد الله إنه ما كان يغسل القميص ولا يخلعه للنظافة ولا يستبدل به شيء آخر، لا، قميص كناية عن لباسه، يكني عن لباسه. العبارة لم يتبين معناها إلا بما بعدها، قال يا معمر إني أحمد الله أن الله وفقني وسددني وأعانني أني هذا القميص أي هذه الثياب لم أستبدل بها،
هي التي كانت معي. اسمعوا ما يقول هنا: منذ دخلتها ثم سكت ساعة. كلمة ساعة إذا وجدت عند السلف لا يعنون بها الساعة الزمنية المعروفة 60 دقيقة، لا، ساعة يعني برهة من الزمن. ثم سكت ساعة في السير ثم قال: يا أبا عروة، إنما أقول لك حلالا. هذه العبارة ما يظهر معناها، لكن خذ كلمة حلالا واجعلها صفة للقميص. ما قال قميص هذا ما استبدلته، بمعنى لم أستبدله، إنما لبسته عن حلال. فإذا أردت خلعه ولباس غيره عن حلال، أي أني لباسي هذا من حلال منذ أن دخلت. فأما الحرام فلا سبيل إليه، ما لي مال الحرام، يعني أنا خرجت كما دخلت، وليت المنصب ثم رجعت، ما معي من حلال، لم أكتسب حراما، ما دخل هذا في الباب المعقود، باب الوجوب على الحاكم أن يحكم بما أنزل الله. والبيهقي بعدما ذكر ما ورد في كتاب الله وما صح في السنة أراد أن يعقبها بالآثار، ومنها ذكر هذا الخبر عن ابن شبرمة أنهم كانوا قضاة يراعون الله، لا يرتشون ولا يأخذون أموالا بالباطل. طيب، لا يرتشون ولا يأخذون أموال الناس بالباطل، ما دخلها في عنوان هذا الباب، باب الحكم بما أنزل الله؟ لأنه يقول: لو فسد هذا الحاكم وطمع فيما في أيدي الناس، والناس أغروه بهذه الهدايا، ما يحكم بما أنزل الله. فكأنه يقول: هكذا السلف كانوا في حكمهم يحكمون بحكم الله. هذا وجه المناسبة لهذا الخبر لترجمة الباب. اسمعوا ما يقول: أما الحرام فلا سبيل إليه. الحرام لا تفهم أنه كان يرتشي فقط، لأن سبل الوصول إلى الحاكم لأجل أن يحيد عن الحق له طرق كثيرة، ليس بالضرورة أنه يعطيه شيئا من المال، قد يهيئ له أمرا، يعني سبب لأن يصل إلى أمر آخر يصعب الوصول إليه إلا بهذا السبب. هذا السبب قد يكون جاه وقد يكون قوة. الجاه معروف، يعني رجل له وجه قوي في القوم، إذا أشار استمعوا له وأعطوه ما يريد، ويعلم أن صاحب الجاه إذا دخل على هذا القاضي وهذا القاضي له أمر يصعب أن يناله إلا بجاه، فهذا يأتيه لأجل قضاء أمر. هذا الأمر إما أن يأخذ في الترتيب وأن يأخذ في الانتظار مدة، وهذا لا يحبه هذا الكبير الوجيه، أو أن الأمر يقتضي لا بد من بينات ويعجز عن إحضار البينات، أو أنه ليس له حق في الحصول على هذه، أيا كانت، فيشير للقاضي أن مسألتك التي كذا لا تتحقق، لكن أنا أسهلها لك، يعني معناه أنت كذلك عاملني بالمعاملة بالمثل. هذا إذا كان له جاه، وإذا كان له قوة، قد ما يكون له جاه، قد يكون له قوة. القوة قد يكون مال، وقد يكون شيعة وجماعة، وقد يكون صاحب كلمة نافذة. فهكذا
هذا يشير إليه والآخر يستجيب إليه، ما أعطاه دراهم لا أعطاه فروس، لكن قال هذا المال حلال لم أكتسبه إلا مما أعطاني الله عز وجل فخرجت كما كنت كما تراني. إيش معنى؟ يعني يا معمر لا تفهم أنهم عزلوني لتهمة، ما أراد أن يقول ذا أمام الناس، قال ما عزلوني لتهمة، ترى هذا قميصي نظيف وهذا مالي من حلال، ليس لأحد ولا لوجه حرام دخل في ذلك. اقرأ ما بعده. أخبرنا فائد بن الحسن قال قال شريح لو أدخلت الهدية خرجت الحكومة من القوة. هذا المال هذا الكلام منسوب إلى شريح ونسبه أبو نعيم مو كعب الأحبار أحد وهب بن منبه، وهب ابن منبه أحد علماء اليمن كان حبرا من اليهود فأسلم له معرفة واسعة بالتوراة مع حفظه لكتاب الله. هذا الكلام منسوب إليه. اسمعوا الكلام هذا، شريح هذا أحد أذكياء العالم في القضاء، ما يأتيه أحد قبل أن ينتهي ذاك من مسألته إلا وبين له الحكم، رجل عجيب كان كذكاء إياس. يقول شريح إذا دخلت الهدية من الباب خرجت الحكومة من الهوة يعني من النافذة، دخلت الهدية من الباب. الهدية يا عبد الله أصلها لأن الصدقة والهدية نوعان من الهبة، الهبة أن تعطي مالاً لآخر لا تقصد من ورائه منفعة ولا مصلحة ولا دفع مضرة ولا جلب مصلحة، وهبه كذا. الهبة تكون للقريب والبعيد والأجنبي ومن تعرفه ومن لا تعرفه، الصدقة كذلك والهدية كذلك. الفرق بينهما أن الصدقة إنما يعطيها لابتغاء وجه الله عز وجل فقط ولا تكون إلا لمستحق، ما تعطى للغني ولا تعطى لفاسق، ولا يقال هذا اعطه للكلاب التي أنت تعتني بها، لا إنما تعطى لوجه يعرف فيها قرب الله عز وجل. ما يقول اليوم تصدقت على أولئك البغايا ولا تصدقت على هؤلاء السحرة ولا على هؤلاء المسجونين في مساء الكبار قبل أن يتوبوا، لا ما يصير هذا، ما يصح إنسان أن يوصي بتركته ولا إعطاء ماله، يكون القصد به أن يتقرب به إلى الله عز وجل، تعطيها للوجه المشروع. الهدية القصد منها يعني الأقصد من إيصالها إلى المهدي جلب المودة وإدخال السرور وتوطيد المحبة وشد العلاقة، هذه الوجوه ترى طيبة، يعني لما إنسان ترى فيه خير وتحب أن يكون بينك وبينه صلة تقدم له هدية، لأنها هي أحيانا تكون مقابل معروف، أسدى إليك إنسان نوعاً ما فتهديه، وهذا مطلوب شرعاً، أن أسدى إليكم معروفاً فكافئوه. يا عبد الله لا تقبل الهدايا ثم لا ترد على أصحابها شيئاً، هذه من خصال اللؤماء ما يفعلها كريم. فالهدية ما قصد منها التقرب إلى الله بقدر ما يكون التقرب منها إلى إيجاد ألفة وعلاقات طيبة مع الناس وما إلى ذلك، ولذلك تعطى للغني والفقير والمحتاج وغير المحتاج. هنا قال الهدية إذا دخلت من باب خرجت الحكومة من النافذة أو من هو الحكومة يعني الحكم القضاء،
هذا لما أختص بالقاضي، هذا ما أختص، اختص بكل من، لكل من جاءته الساعة لينصف بين خصمين أو بين متنازعين أو بين متنافسين أو بين إنسان اشتبكت بينهم حقوق. الطبيب إذا فصل في أمر يستحق الإجازة ولا ما يستحق الإجازة، هل هذا المرض معدي فيعزل صاحبه أو ليس بمعدي، أو أن هذه الولادة تقتضي أن تمنع من الحمل أو ما إلى ذلك. هذا والمهندس كذلك يقدر هذا البيت له أجر كذا أو قيمة كذا أو آية للسقوط أو غير ذلك، يحكم بين الناس. يا عبد الله إذا ما عجبك الكلام التفت، لا بإصبعك لأنه مكروه ولا بسواك، لا تعبث باللحية الله يفتح عليك. ويقول هنا لما أخبر أن الهدية، وقلنا أن الهدية القصد منه التقرب بخلاف الصدقة، ويقول الهدية إذا دخلت من الباب، دخولها من الباب يعني إذا دخلت بطريق منظم، سلمتها للقاضي أو أوصلتها إليه، قضاؤه وحكمه. قلنا ليش يختص بالقاضي، قد يكون المهندس الطبيب، وقد يكون المدرس في نزاع بين طلاب في إجادة الخط أو سعة المعلومات أو الحفظ، وهذه المسابقات التي تكون في القرآن وفي العلوم والخطوط والفنون كلها داخلة في هذا الحكم. فيأتي فلان ليرغب أن يكون هو الأول أو ليحصل على هذا الأمر المتنازع فيه أو ما إلى ذلك من الدواعي، ويقدم هدية، إما أن يلمح له أو يقول لك عندنا كرامية ولك عندنا منزلة وسنراك بعد كذا، أو إيحاءات بما شاء. ويقول إذا كان هذا الذي يفصل بين الناس وهذا أمر شرى شره بين الناس لا يخلو قل أن يخلو منه مجتمع أو زمان، لكن يكثر ويقل. ابن اللتبية صحابي، الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه ليجبي الصدقات. الجباية معناه أنه يمر على أصحاب المزارع فيرى الكروم والنخيل فيقدر ثمارها بعدما تصير خضراء أو حمراء، يعني بعد ما يزهو البلح ويبدو بياض العنب ويشتد السنبل، يقدر هذه لأن لها أنصباء. فيقدر إذا بلغ النصاب، لأن نصاب الثمار غير نصاب الحبوب غير نصاب الذهب والفضة، فيمر على صاحب الأغنام النعم فيعدها فيقول هذه يجب فيها الزكاة أن تقدم كذا بعير أو كذا من الشياه أو كذا من الوسق في مكيال التمر أو غير ذلك. المزارعون وأصحاب الماشية وأصحاب الحقوق يقدمون له هدايا فيأخذها. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الأموال لكم وهذه الهدايا لي، قال فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر قال ما بال أقوام، اللهم صل عليه وسلم تسليما، إذا كره فعلا من أحد ما ذكره باسمه. ولذلك يا عبد الله إذا رأيت من مسلم انحرافا في الفكر أو انحرافا في العمل، انحراف الفكر له أمر
خارج عن ما عرفه أهل السنة والجماعة، أو انحرافاً في العمل، كان يأتي بأمور يتنسك بها إلى الله عز وجل ليست مذكورة. الكتاب والسنة لا ينبغي يا عبد الله تقول فلان خالد بن عمرو يفعل كذا وكذا وهذا فلان ابن فلان من المشركين، الناس لا تنتفع بهذه الشتيمة سوى أن تغير الصدور. لكن يا عبد الله تفطن إلى هذا العمل الذي تعلم أنه مخالف، ابحث جيدا بعد أن تتأكد من النسبة واعرف مداخل هذا الأمر، مفاسده ومبطلاته وصحيحة وما هو المقابل له، ثم بين للناس اسمعوا أن من ذهب إلى القبر فتمسح به يظن أن وراء هذا التمسح مكرمة وفضلا وأجرا، تقول هالكلام لأن فلان كتب كتاب ونشره بين الناس، الترياق ترياق عن الدواء العجيب المركب الذي تأخذه يشفي من المرض، والكذا الناجع، والقربى بدون كلفة أن تذهب إلى قبر فلان فتعمل كذا، بدل ما أن تقول فلان، أنا أضرب مثال ولا ما أكثر الأقوال هذه التي تقال وتنشر، يعني بدل أن تقول فلان وفلان وتتبجح ثم تأتي بنصف الخطبة في التعريض بعرض فلان، هذا ما ينفع الناس ولا يؤلم. ذلك له أنصار غواة، إما مدلس عليهم أو أنهم يحبون شهوات ووعدهم بكذا، له أتباع، فلا تشق العصا وتكثر الخلاف، لكن اعمد إلى ذاك القول. أنا قلت هذا القول لأن كثير ممن يعتلي المنابر، والأشعرية فيهم كذا وكذا، ما يعرف الأشعرية إيش معناها ولا يدري ما ذهبوا إليه، ما هذا الذي ذهبوا إليه مبني على ماذا، لكن يسمع الكلام ذا ويتكلم، ثم يسمع أن فلان أن ابن حجر وأن فلان وأن فلان، لا يا عبد الله ترى الأسامي هذه ما تنفع الناس، تؤذي الميت فقط وتحرك مشاعر الأحياء دون معرفة. اذكر المسألة واذكر وجه باطلها وأن الحق خلافه والحق كذا وكذا، إن لم تحسن تعلم، فإن لم تفهم ولا كذا دعك من هذا الظهور وهذا النداء وهذا الصراط. الشاهد هنا يقول ماذا؟ يقول إذا دخلت الهدية من الباب خرجت الحكومة من القوة، يعني هذه الهدايا الذي يتناولها ذاك المطلوب منه العدل بين اثنين من المتنافسين أو الخصوم، إذا أعطيته كذا ينظر إلى هذا المعطي فيحيل الحق من ذاك الطرف الآخر إلى هذا، أو أنه يصرف الباطل من هذا فيضعه على ذلك، والحق خلافه، الحق يكون مع هذا لا مع ذاك، والباطل عند هذا لا مع ذاك، فذهب الحق فأراد أن يقول بطل الحق وظهر الباطل، فعدل عن هذه اللفظة إلى أن يقول فخرجت الحكومة من الهوة، يعني من الفتحة البعيدة، ما خرجت من طريقها، أراد التشنيع بأن القاضي لا ينبغي له أن يقبل الهدايا، كل من عرف أنه منتصب لهذا الأمر، في أناس عرفوا تماما فلان عين تعيين بمعنى أنه أوكل إليه مسألة الصدام بين الحيوانات أو الصدام بين الآلات، فيحصل تنازع، هذا موكول له بذلك، كل الناس يعرفون أن لو دابتك الدابة التي تركبها حرنت فعملت كذا ورد الخصومة إلى فلان، وأن سيارتك لو صدمت إنما الذي يحكم فيها فلان، هذا حاكم، هذا الحاكم
الناس عادة يتقربون إليه، فينبغي له أن يقطع الوصلة بين الناس فيما يأتي منهم، لا يقبل إن دعاه أحد إلى وليمة لا يذهب، وإن أعطاه أحد هدية لا يقبل، وإن أحد أشار إليه بمكرمة لا يقبل. سد الباب يا عبد الله، هذا الكلام في الأوائل يعرفون، فما بالك إذا هو رمز الرمز يعني إما بالعين ولا باللسان أو بتحريك اليد، يعني بالإمكان إصلاح القضية فيشير إشارات يفهمها الطرف الآخر. هذا إذا تعين بمعنى أنه خصص لهذا ما يقبل، أما إذا لم يتعين كطبيب ومهندس عادي أحيانا يسندون إليه هذا النوع من القضايا، هذا لا بأس إن لم يعلم. إذا علم أن فلان تكون له قضية سيرفع إليه لا يقبل منه لا هدية ولا دعوة ولا غير ذلك، يحصن نفسه. العادة أن الناس يعرفون أن كلمة رشوة كلمة قذرة وخبيثة ويلحق صاحبها عار، وما يحب أن ينسب إليه ذلك الأمر، يتحاشاها تماما. لكن الهدية مقبولة، بينها فوارق، لكن يدخل فيها لبس عند بعض الناس، سيما الذين لا يشبعون من دنياهم، أيما إشارة إلى أنها هدية يقبلها. فهذا الأمر إذا علم أن صاحي أن فلان سيرفع إليه لا يقبل منه شيء، فإذا لم يعرف ثم دعاه فأكل عنده طعام ثم ارتفعت إليه قضية، في الغالب يا عبد الله الإحسان يفتت القلوب ويكسر العيون. شوف صاحب الحق إذا قدم هدية ذات قيمة لهذا الذي يحكم قبل أن يعرف أن هذا له حكم أو ليست له حكم، فإنه إذا رآه لا يستطيع أن يدفع عن قلبه تلك المنزلة التي قدمها له ولو حاول. أما هذا مشاهد في المسائل العادية، اثنان يمران عليك، أحدهما يقول السلام عليك، وإذا الوجه منطلق والبشاشة والابتسامة والحفاوة، تعرف معنى الحفاوة؟ يحتفي به بمعنى أنه يقابله باهتمام يقدم له، ويأتيه الآخر ويقول السلام عليكم وعليكم ما يكملها، هذا إن كان يرد، وإلا رأينا من لا يرد. ما لا يرد قد يكون عن غفلة وقد يكون عن كبر، أو أن الشيطان يوهم له أن هذا ليس من أهل السنة، كما نراه من كثير من هذه الفرق. إذا ألقيت السلام صدا، أسأل ما السبب؟ قال هذا مبتدع. يا عبد الله، حتى الكافر إذا ألقى عليك السلام لم يقم السام قال السلام عليك قل وعليك، فإذا كان الكافر أمرك صلى الله عليه وسلم برد تحيته ما بالك بهذا المبتدع الذي تزعم أنه مبتدع. ثم أكثر من يبدعون الناس، يعني لو خلا أحدهم به لعلم أن وراءه طامات، كان الأولى أن يسترها هو قبل أن يستر الناس. الإنسان إذا رأى عيوب نفسه كف عن كثير من الشرور. الشاهد يا عبد الله أنهم وإن سموا الرشوة هدية إذا قدمت لمن أراد الإنصاف بين الناس لا يقبلها. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السائل: هل الأكل بالأصابع سنة أم هي عادة من العادات فقط؟ الأكل بالأيدي سنة، إيش الفرق بين العادة والسنة؟ العادة إعادة الناس يفعلون ذلك،
فيه عادات سيئة ما ينبغي تعاطيها، كما عادات الناس أن زوجة الأخ تأكل مع أخ زوجها أو مع أسرة وفيهم ناس غير محارم، هذه عادات ما هي صحيحة، وأمثالها كثير. وفيه عادات محمودة ليست من السنة، كبعض التحيات بعد السلام عليكم أن يقول كيف أصبحت وما حالك وما إلى ذلك، هذه عادات جرت. تفضل إلى الطعام وهل، يعني فيه عادات في الأقوال ما هي مخالفة ولا فيها شيء، هذا معنى. أما السنة أنه كان يفعلها صلى الله عليه وسلم، الفعل مجردا عن القول يحتمل أن يكون سنة وأن يكون عادة. خرج صلى الله عليه وسلم بعد النفر رمي الجمار فنزل بالمحصب المعابدة وأناخ فيها، ثم بعد ذلك طاف، أو بعد الطواف أناخ بالمحصب. بعض الناس قال هذه سنة، وفي الواقع ليس سنة، لأنه خرج إلى المحصب بانتظار عائشة وغيرها من أهل. دخل صلى الله عليه وسلم من كداء وخرج من كدي، فظن الناس أنها سنة، لا يأتي إلا من كداء ويخرج من كدي، هذه ليست سنة، كان أرفق في مسيره، ليست هذه سنة، إن كانت أرفق في مسيره ففعلها. وفي مسائل كان سنة، كان يأكل الطعام بيده صلى الله عليه وسلم، لا تقول أن ما كان في ملاعق، وإن كان في المدينة ليست في ملاعق وأشياء تؤكل، لكن كان عند غير مجيرانهم فيه ما فيه، وكان يفضل أن يأكل بطعامه. هذه السنة يا عبد الله قد يكون تركها في بعض المواطن أفضل من أن تعمل بها، يعني من السنة أخذ الزينة في الصلاة، أخذ الزينة في الصلاة أن تلبس أحسن ثيابك، لما تروح الباكستان والهند في مساجد المسلمين فإن عمدت إلى أن تصلي عاري الرأس مع أنه جائز ولا مكروه فيه، إن فعلت ذلك نظر الناس إليك نظرا منه سليمة، والأبصار إذا اتجهت إلى شخص بكراهة أو بغض تؤثر فيه، إلا واحد صاحب وقاحة تماما لا يبالي بما يقال وما يفعل وما كذا شيء آخر، لكن الذي عنده قلب حي ويدرك أن الأولى أن لا تثير الناس غطي رأسك، والذي يمنعك. ولذلك إذا دخلت مساجدهم في مداخلها غطاء للرأس، والذي يعجز أن الغطيان الطواقي هذه استنفذت لأن كل المصلين استعملوها، أخرجوا منديل وحزموا رأسهم عشان يغطي، افعل أنت كذلك، ما الذي يضرك يا عبد الله؟ لا تكن موضع نظرة غير مريبة. إذا دخلت وليمة فأجبت الداعي، سيما إذا كانت دعوة عرس، وأنزلوك في فندق، فندق يعني مكان موعد للنزل من المارين، والفنادق فيها فخمة فيها غير فخمة، وهكذا تأتي ويتقدم الموائد وأنت معهم، إذا أكلوا ما يأكلوا على الأرض أنتم أعرف، الشاهد تقول أنا أكل بيدي من السنة، ما يليق يا عبد الله، لما تستدعي الأنظار تتجه إليك والنفوس تتكلم والناس يقولون ما يقولون، لا كل معهم بالملعقة، فإذا أبيت ذلك خذ من الفاكهة التي لا تؤكل إلا باليد، ما يمكن تؤكل بالسكين والشوكة، لكن إذا كنت في البيت مع الأهل علمهم. فإذا كان الطعام مما يجمع بمعنى أنه يتماسك كالعصيدة والأرز وغيرها، خذ بثلاث أصابع كل،
مو بالخمشة كما يفعل الناس يتباهون ويعصرون كذا ويرموها كأنها قنابل. لا، ليس هذا الطعام، ليس هذا الأكل أكل أهل السنة. خذ بكذا وكل، فإنها من السنة. علم أطفالك ذلك، نكتفي بهذا القدر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.